وصف بأنه الصيف الأكثر قساوة بشح المياه، فالعديد من المناطق والأحياء في العاصمة عمان تعاني من نقص التزود بمياه الشرب نتيجة ضعف الضخ الواصل إلى المنازل. المنطقة احنا بنعاني فيها من مدة تقريبا حوالي 3 سنوات، مش بس السنة هاي، حتى كمان في الشتوية نفس الشيء، المية بتيجي عندنا ضعيفة، وإذا طلعت يعني إذا في دور أول طابق أول ممكن تطلع عليها، الطوابق اللي فوق لا يمكن تطلع. بعدين احنا قاعدين يعني بنحاسب مية، إذا بدنا نحاسب بنحاسب هواء وبنحاسب مي وبنحاسب كهرباء، لأنه بنحطها في البراميل أو في الخزانات وبرد كمان نطلعها مرة ثانية. يعني إذا بدنا ندفع 20 دينار كهرباء ممكن ندفع 30، أو تتضاعف علينا فواتير الكهرباء. هاي الآن الخطوط الموجودة عندنا خطوط تقريبا 2.5 إنش للحي كامل. أما المي فيها ضعف، المي مش نظيفة، المي كمان على الفحص اللي تفحصت المي فيها، المي مش نظيفة. تطلع على الخزانات لو تفتح أي خزان بتلاقيه كله رمل من جوا. طب مغلق هذا، كيف هات الرمل؟ ونحن موظفون متقاعدون، رواتبنا تكفي لشراء تنكات كاملة، نطالب بزيادة كمية الماء المضغوط، لأن المي ضعيفة بتكون واصل إلنا ولا تصل إلى المنازل المرتفعة، هذا أولا. ثانيا هناك قضية أخرى، في شكوى قدمت إلى المحافظ والمتصرف، هذه الشكوى في النهاية جاءنا رد عليها أنه المصدر غير معروف، مياه عادمة تسير من جنب الحي، هل مياه العدم هي مرتبطة بالماء؟ وقدمنا شكوى من الأستاذ ولم يجدوا لها حل. ومعايا شكاوى هي على التلفون المحطوطة، بس نطالب إحنا نغير يعني غير الخط، هذا الخط أكبر، يعني المنطقة اللي ورانا قاعدة بتعبي من دون مضخات، وهي قريب على بيوتنا. مواطنون يشعرون بالتقصير المستمر من قبل وزارة المياه التي لم تجد حلولا لهذا الشح حتى هذه الأيام، فهذه المشكلة ليست جديدة، فالمعاناة مستمرة منذ سنوات. يعني انقطاع في المياه باستمرار وضعف في عملية الضخ باستمرار، هاي المشكلة الأولى اللي هي المياه. المشكلة الثانية يوجد عبارات مياه عادمة موجودة بآخر الحي، الآن سيتم مرافقتكم إلى هذا الموقع، بحاجة إلى عبارات صندوقية مغلقة، لأن المياه العادمة تصدر منها العديد من الحشرات والقوارض وما شابه ذلك والروائح الكريهة التي يعاني منها سكان هذه المنطقة. وأيضا مجرى العبارة، هاي عبارة تصريف مياه الأمطار، جاي في منتصف الشارع، يعني الطريق مزاحة عن الطريق، أكثر من حادث مروري كان آخرها حادث مروري نتج عنه وفاة وثلاث إصابات قبل أقل من شهرين في هذا الموقع. المشكلة لا تتمثل بشح المياه الواصلة إلى المنازل فقط، بل هناك معاناة بخطوط الصرف الصحي كما نشاهدها في حي الإيمان جنوبي العاصمة عمان، وفي منطقة شفا بدران شمالها، والتي تشكل خطرا كبيرا على أهالي الحي. والشكاوي مرصودة وموجودة عندهم وهم عارفين كل شيء، يعني بيطلعوا بيجوا بيفتحوا بيلاقوا المية مش شغالة، بنجيكوا بكرة، بنجيكوا كمان شوي، وما بتيجي، وإذا أجت بتيجي آخر الدور. بعد أنا يعني بيتي جاي في المنطقة التحتانية تحت أسفل إشي تحت، أول ما بتيجي المية اللي عندي وبتيجي ضعيفة، يعني إذا بترفع البربيس زي هيك متر ما بتطلع المية، فكيف هذول اللي في المنطقة هاي يعني قاعدين بيعانوا بيسحبوا بالمواتير وهواء، ويعني ما فيها مية، كلها هواء تقريبا اللي بيسحبوها وبعدوا على هالناس وبقول لك يلا هي. ضعف ونقص بتزويد المياه في مناطق مختلفة بالرغم من أن موسم الصيف في بدايته يفرض على المواطن أعباء مالية وأخرى صحية في زمن كورونا. كغيره من الأحياء السكنية في العاصمة عمان، يعاني حي الإيمان في منطقة خريبة السوق من شح في المياه. ورغم المخاطبات الرسمية والمخاطبات الشعبية التي قدمها المواطنون لوزير المياه، إلا أنها لم تحل حتى هذه اللحظة. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية، عمان.